إن آخر يعتزم رئيس المنتخب جو بايدن إعداد خريطة طريق لإخراج الولايات المتحدة الأمريكية من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية وكذا الصحية. جاء هذا في وقت تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تعزيزات أمنية كبيرة تحسبا لتاريخ 20 من شهر يناير. لتفاصيل أكثر ينضم لنا مباشرة من واشنطن الإعلامي محمد بعوش. محمد، ضعنا في صورة آخر التطورات الأمنية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأحيان. شكرا على السؤال وعلى الاستضافة مرة أخرى. إذا أنا الآن متواجد أمام أحد الأبراج الفندقية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب هنا في نيويورك. المبنى يشهد تعزيزات أمنية مشددة مع انتشار عدد كبير من سيارات الشرطة ورجال الأمن حول المبنى، وذلك على غرار المباني الحكومية والرسمية المنتشرة عبر 50 ولاية أمريكية بسبب الاعتداءات المحتملة والتي رصدتها مختلف أجهزة الأمن عبر التراب الأمريكي بسبب انتقال السلطة من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى الرئيس المنتخب جو بايدن عن الحزب الديمقراطي. بالعودة إلى المشهد في العاصمة واشنطن، تم إرسال أكثر من 15,000 جندي من مشاة الحرس الوطني من أكثر من 13 ولاية، كما تم غلق العديد من الجسور وتحديد منافذ الولوج إلى المدينة، وذلك تحضيرا لحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن عن الحزب الديمقراطي يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ20 جانفي 2021، والذي من المنتظر ألا يحضر حفل التنصيب فيه الرئيس دونالد ترامب مثلما أعلنه في آخر تغريداته عبر تويتر قبل غلق حسابه رسميا، لكن نائب الرئيس مايك بنس يعتزم حضور حفل التنصيب ومراسم انتقال السلطة إلى الرئيس الجديد. من جهتها قامت رئيسة مجلس النواب بتشكيل 4 لجان من أجل التحقيق في أحداث العنف والهجوم الذي شنه بعض أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري من أجل معرفة أسباب والمخططات التي نفذها المعتدون يوم الأربعاء 6 جانفي الفائت، والذي وافق يوم التصديق على نتائج الانتخابات. في انتظار ذلك سوف ننتظر ما سيكون من مفاجآت قد تكون بسبب رصد العديد من أجهزة الأمن نشاطات مشبوهة في منطقة العاصمة وما جوارها. لوجودك